حاجة عن جوزك؟ بيروح فين؟ بيجي منين؟ طيب ما دام عارفة كل حاجة، ما تيجي نشوف تعرفي اللي مش هقول لكم احرق الحلقة، تعالوا نتفرج. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتزوجون. المتزوجون هو برنامج لايت بنجيب فيه تو كابلز، تمام، بنشوف مدى التوافق بينهم، نسبة الحب بينهم قد ايه، الصدق في كذب بيحصل ولا لا، وبنلعب وبنهزر وبنشوف حاجات كتير مع بعض. عايزه ارحب بالتو تيمز اللي معايا، تيم ايات 1 ايات، اوكي، وحضرتك محمود دانا باسم. اوكي، سريعا كده قولوا لي انتوا متجوزين بقى لكم قد ايه؟ ايات 4 سنين ونص. اوكي، عن قصه حب ولا جواز صالونات؟ لا، عن قصه حب. قعدتوا قد ايه بتحبوا بعض قبل ما تتجوزوا؟ يعني سنه وشويه. سنه وشويه، تمام، قليل مش كتير يعني. سنتين. يعني شايفه ان السنه ونص دي قدرتي تعرفيه كويس؟ الحمد لله. تمام، حاسه انه مخلص ليكي؟ طبعا. اوكي، دانا احنا كنا سوا يعني كوليدج ميتس. اوكي، واتخرجنا يمكن من 9 سنين من وقتها واحنا متجوزين. تمام، اوكي. وطول فتره الجامعه وانتوا مع بعض؟ بتحبوا بعض ومع بعض يعني؟ اوكي، فتره طويله. في الاول طبعا مش راضيه، مش على طول كده، لازم اخد وقتي في الاختيار. خدتي وقت كتير قوي؟ طبعا، يعني مثلا سنه ونص دول ايه ده؟ يعني ايه سنه ونص كده؟ طبعا قعدت فتره كبيره علشان اوافق. متاكده من قرارك؟ شور. اوكي، تمام، هنطلع فاصل وهنبدا فقره انا والمدام، عباره عن اسئله عامه هنسالها واللي هيجاوب بسرعه فيكو هو اللي هيكسب. فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا. دلوقتي ميعاد مسابقه انا والمدام، تمام، هنقول اسئله، اللي هيرد الاسرع هو اللي هياخد البوينت. ماشي. السؤال الاول، ايه الطائر الاسرع في العالم؟ فهد. النمر. نعامه. فهد ده حيوان، نعامه. اوكي، يبقى بوينت هنا. كم عدد القلوب عند حيوان الاخطبوط؟ 3. 2 بوينتس هنا. الحيوان الاسرع في العالم؟ النمر. هو ده الفهد. الجمل. الفهد. انا قلت 3 بوينتس. الحيوان في اي مدينه تقع ساعه بيج بين الشهيره؟ لندن. يبقى هنا 1 وهنا 3، تمام. اوكي، هنا كده خلصت الاسئله العامه بتاعت انا والمدام، تمام. هنطلع فاصل وهنرجع تاني فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا مع دكتور مؤمن بشار. دلوقتي ميعادنا مع الفقره الثانيه، الرجاله ما بيعرفوش يكذبوا. ده جهاز كشف الكذب، لو حضرتك جاوبت صح هتنور اخضر، لو حضرتك جاوبت غلط هتنور احمر. اوكي، تحاولش تلعب عشان ده بيلعب على الحس العصبي. ماشي. هل مراتك الحاليه او الحب في حياتك؟ ايوه. طيب اذا ظهر لك مخاطر في حياتك هتفادي نفسك ولا هتفادي مراتك؟ مراتي واولادي. تمام، شغلك اهم ولا مراتك؟ مراتي. لو جالك سفريه بره وهتقعد فيها فتره طويله، تاخد مراتك ولادك ولا هتفضل تبقى لوحدك؟ اكيد لو الشغل يسمح بكده هاخدهم طبعا. تمام، هي مرات حضرتك لابسه شوز لونه ايه؟ اسود. سؤال كمان، حضرتك تقدر تخون مراتك؟ لا. تمام، طيب بتشوف الراجل ازاي اللي هو متجوز على مراته لاي سبب من الاسباب؟ لا عادي، هو يعني صح يعني ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ لا هو يعني اكيد صح لو هو شايف كده، يعني مثلا تمام هو في حاجه فاقدها يعني. طيب وقت الخلافات حضرتك بتهرب ولا بتواجه؟ لا بواجه. تمام، لو ظهر لك يعني اي عواقب صغيره كده
تمام؟ بمعنى اي عواقب، حب جديد، حب قديم، هتعمل يعني تختار القديم ولا الجديد ولا الحالي؟ ولا طبعا اكيد الحالي يعني اللي مراتي. تمام. رايك ايه في الراجل اللي بيخون مراته؟ يعني كويس ولا وحش؟ لا وحش طبعا، خيانه يبقى وحش. احنا كده خلصنا، شكرا. اتفضل. اوكي ده خلاص، شكرا. ايوه السؤال الاول، مراتك ولا شغلك اهم؟ لا طبعا مراتي. تمام. حضرتك اول حب في حياتك كان مراتك ولا كان فيه قبل كده؟ لا مراتي اول حب. تمام. لو في خلافات بينكم يعني بتواجه ولا بتهرب؟ لا طبعا بواجه. لو جالك شغل بره وهتسافر فتره طويله، تفضل هتاخد مراتك ولا هتسافر لوحدك؟ لا طبعا هاخد مراتي. تمام. بتحبها جدا. انا كده خلصت، اتفضل. شكرا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي معايا نتيجة الاختبار اللي حصل بين باسم ومحمود. استأذنكم كده تبصوا معايا على الشاشة. احنا ويتش تيم؟ انتوا طبعا تيم تو. اوكي. هما تيم تو؟ مش انا قلت لك ان انا هكسب؟ بدأتي مش طالي بقى مقوحة انت كمان، عشان انتوا بتقوحوا بس. ستات انتوا يعني الرجالة ما بيعرفوش يكذبوا، والستات هم برضو ما بيعرفوش يكذبوا ولا بيعرفوا؟ طيب. دلوقتي انا بالنسبه لي تيم 2 طبعا، تيم دانا هو اللي كسبان، بس في كارت بونش ممكن نستخدمه. اوكي. لو هتوافقوا على الموضوع ده مش هينفع الرجوع فيه، هي ليها ستيبس. اول ستيب ان احنا عشان نتاكد فعلا انه يمكن نكون هنا يعني الجهاز كذب او خرف او حاجه. لا ده اشور يعني. طيب تليفون حضرتك. تمام. تليفوني. حد من التكنيكال سبورت عندنا هيدخل على الموبايل بتاعك يشوف صوركم ذكرياتكم، فاكر ايه بالظبط مع عيد، كنتوا فين في المكان ده، كنتوا مسافرين فين، حاسين بايه. يعني ده هيبقى اسلم، يغير شويه من النتيجه. فلو انت مستعد اوكي، مش مستعد يبقى انسحب والجايزه هتروح ل دانا على طول. لا اوكي اكيد شور. ايات مستعده للخطوه زي دي؟ اه تمام. ايات احنا على الهوا. اه تمام. واثقه فيه؟ الحمد لله. طيب بليز يا جماعه حد من البرو يجي ياخد موبايل استاذ محمود. طيب جماعه شفتوا الموبايل؟ لو كده نفتح بقى الممبرز كده نشوف على الشاشة. ده مين يا ايات؟ صاحبي. اسمه ايه؟ حسن. حسن ده صاحبه قوي ولا يعني متجوز حسن؟ اه. تعرفي مراته وعيلته كويس؟ لا هو مش. اوكي يعني هو بيقولك انا مع حسن وخلاص. اه. سون يا سون سون. اللي بعده يا جماعة. الله يبختك بيها. ميرسي. رضا دي اختك؟ فيها شبه منه فعلا. لا مش صورتي دي اصلا. نعم. دي اختك؟ مش فاهم. ما اعرفش عنها حاجة. ما تعرفش عنها حاجة ازاي؟ حاجة على ايه؟ ثانية واحدة، حاجة على ايه؟ بيجامة. مش صورتك ازاي؟ أنا افتكرتها أخته فعلا. وأنت مالك فرحان كده ليه؟ هي دي من تليفون أنا؟ افتكر بجد. لا دي من تليفون أنا؟ ازاي بيعمل كده؟ هو مش ده أنت؟ أنت لابس بيجامة فعلا؟ وبعدين سعيد مبتهج قوي. لا معرفش. كده في حاجة مش بنت خالته مثلا؟ لا 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 مش قادره اصدق اللي بيحصل ده. حبيبي ممكن يلا احنا دلوقتي شويه بره لحد ما يحلوا مشاكلهم مع بعض.
افتكري طيب انت عارفه كل قرايبه كويس يا بيسو. ايوه عارفاهم، انا ما اعرفش دي. ممكن يعني ممكن تبقى حد من قرايبهم بيت. الصوره دي انا ما اعرفش، انا اول مره اشوفها اصلا دي. طب يا جماعه ستوب، انا مش حابه الموضوع يوصل كده، في حاجه غلط. دي من تليفوني مش من كده. خرجنا عن كده، في حاجه غلط كده، خرجنا عن مبدا البرنامج خالص. فستوب. دي مش معايا الصوره دي اصلا، ما اعرفهاش متركبه دي ولا ايه. متركبه؟ دي فيك، مش صورتي اصلا. صورتك يا محمود مش متركبه. ومين دي؟ ايه دي؟ ما اعرفهاش والله، اول مره اشوفها. حتى ايه دي؟ او ممكن حضرتك بس معلش يعني نهدى شويه. معلش انت بس تهدى. انت اهدى. انا هادي شويه. وانت شايف؟ انت شايف ولا مش شايف؟ مش صورتي دي اصلا، ولا دي اعرفها اصلا. مش صورتك وباصص لها. انا اللي عملت كده، بس مش انا اللي في الصوره. ما اعرفهاش اصلا دي. الكلام ده انت اللي قلته؟ كلام ايه اللي انا قلته؟ يا جماعه معلش، انا عايز اعرف الكاميرات دايره ولا لا؟ فيز انا ما اقبلش ابدا يحصل كده في البرنامج بتاعي. انا عايزه اعرف انت تعرفي مين دي ولا لا، عشان كده البرنامج بياخد اتجاه تاني خالص. يا فندم انا ما دي ما اعرفهاش ولا دي صورتي اصلا. هو دي من على تليفوني انا؟ ده مش انت؟ لا في حاجه مش غلط. مش كفايه الجهاز اللي لسه بنطلع انك. لا الصوره دي مش صحيحه خالص. يعني ده مين؟ الصوره دي من يعني تاريخها ايه على التليفون؟ حد يا جماعه يشوف لي. طيب ممكن تعرفوا الصوره دي تاريخها امتى؟ من سنتين بيقولوا. سنتين؟ لا مش كان فين من سنتين. طيب استحاله دي تبقى صورتي من سنتين اصلا يعني. ليه؟ لا شكلي كان مختلف عن كده. اسكندريه مكتوبه اليكس. اسكندريه؟ انت بتروح ده شكلي من سنتين. مش للعمده بقى، بتروح للهانم. ده شكلي من سنتين؟ اسكندريه. ايوه كنت مع استاذ هشام. كنت مع استاذ هشام. ده استاذ هشام؟ لا دي مش شعر. دي اول مره اشوفها واول مره اشوف الصوره دي. ما تقولش متاثر عشان احنا شكلنا وحش قدام الناس. معلش يا بليز انا بكلمها هي. معلش ممكن هو انا المفروض يعني انا اكون حياديه، ما يعني ما ينفعش. بس انا مش عاجبني طريقه الصوره دي. ممكن بس اوضح الامر، هو في حاجه غلط. اولا انا من سنتين الشكل مختلف عن كده. لا انت كانت دقنك خفيفة ودلوقتي ما. لا 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 اطلاقا مش من سنتين الصورة دي ابدا. طب من امتى حضرتك الصورة؟ ده شبيه. ده شبيه. بص انت برضه بتقول تاني. اه والله ولا اعرف. ده شبيهك يعني؟ ده شبيهك. بتقول ايه؟ انت مصدقة؟ طب ما هي صورتك اهي. مش فاهمة. اه مصدقة لان دي صورتك. اه مصدقة والله. ما اعرف عنها حاجة اصلا دي. بتحلف بالله يعني؟ انت 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 ليك حد تاني بيجي دوبلير مكانك في اماكن؟ انا معلش ما بكلمكيش انت لو سمحتي. لا انا اتكلم زي ما انا عايزه بصراحه. مش مصدقه نفسي. استني بقى، مالناش دعوه. طب يعني ثواني يا باشمهندس، يعني هو الجهاز. معلش انا اسف. الجهاز معلش انا ممكن حضرتك بس ايه، انا بكلم. انت بتدارك صوفك بس اللي انت بتعمله ده. خلاص بقى اعمل ايه يا فندم؟ انا مش عارف الموضوع. وهناك نجاح. لا 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 معلش غلط. لا لو سمحتي انا راجل اساس صعيدي وصريح. انا عارف انا بقول ايه. خلاص. طب تحبي نكمل الحلقه ولا؟ انت مصدقه ده؟ عشان ده هيتعرض في التلفزيون. ده شكلي انا من سنتين. ده شكلي من سنتين. خلاص بقى قلت لك مش انا. وانت شايف الموضوع عامل ازاي يعني؟ انت مصدقه كمان؟ على فكره والله العظيم لازم تاخد موقف. بس ولا اعرف عنها حاجه دي اصلا. انا لو منك لازم اخد موقف. طب انا 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 بلبس بيجامه زي دي؟ ايه ده الله اعلم معاها بقى. ايه انت بتلبسها هناك كده؟ الالوان دي بتتلبس مين دي اصلا؟ مع العمده بس. مين دي؟ اسكندريه بقى. لزوم الدلع. ايه طب افتكري هو من سنتين كان قايل لك هو فين بالظبط؟ هو ايه معلش ايه الدلع اللي انت حضرتك بتقولي عليه؟ ستان ومارون يا ولد. والله هو كان فعلا في اسكندريه. كان بيعمل ايه؟
كان ايه؟ كنت في مؤتمر مع واحد صبي. المؤتمر ده قعد قد ايه؟ قعدت يومين. يومين. احلى مؤتمر ده ولا ايه؟ انت مصدقه بجد ده؟ لو سمحتي بعد اذنك على فكره مفيش حاجه مفيش حاجه تدعو للسخريه والضحك. صورتي وانت ممكن تكوني منه والله هي ممكن تكوني مكانها دلوقتي. مين دي؟ ممكن تكوني كنتي مكانها فمفيش حاجه تضحك. مش عنها اي حاجه خالص. طيب انا صعبان عليا بس هو اللي مضايقني. هي الحياه صعبانه علينا كلنا يعني. يعني انا مش عارفه يا جماعه تحبوا نكمل الحلقه ولا خلاص؟ طب اكيد في حاجات تانية هلاقيها في الموبايل متقلبي كده. القرار قرارك يا ايه؟ لا هاتي ورينا الباقي نكمل؟ اه ورينا يا فندم. انا دي ما اعرفش عنها حاجه اصلا. لما نشوف احنا ممكن نكمل نشوف الباقي. في صوره تانية يا جماعه. انت مصدقه الكلام ده؟ مصدقه بجد؟ اه اه ايه؟ اما تشوف بقى الحوار ده. انا ما يعني الصوره دي ما اعرفش عنها حاجه. طيب ما تعرفش حاجه عن الصوره خالص. ايات عايزه تكملي؟ عايزه تكملي الحلقه؟ تمام اكيد. على فكره هو احنا كده كده لازم نكمل عشان دي يعني الرولز، بس لو انا مراعاه ليكي ممكن اقفل على كده. لا كمل ماشي. طيب لو سمحتوا يا جماعه بعد اذنكم عايزه اشوف الفويس مسجز. انت كده انت والعمده وابن العمده. قول لي بصي دلوقتي احنا فتحنا مسج راندوملي كده وهنشوف الفويس نوت. ليه حبيبي يعمل ايه؟ هي مراتك البقوقه لسه جابتك؟ هي على طول كانت مع نفسك كده؟ انا الدلع كله سيبك منها، بيتك التاني موجود يا حبيبي. مين دي اصلا؟ ده ايه ده من على التليفون؟ انا اسفه جدا. احنا نلغي يعني التليفون هنا؟ انا دايما مكملش. لا على التليفون هنا. انا تليفوني اصلا معلوش الا شغل، ما فيش الكلام ده خالص. بجد انا اسفه جدا جدا. طيب يا جماعه نلغي. وبجد انا بعتذر، انا عمري في حياتي ما اتحطيت في الموقف ده. لا معلش هو وانا اسفه انا مش هقدر اكمل الحلقه يا جماعه. انا يعني انا مش هقدر احضر الموقف ده. انا اسفه معلش. هو ده برنامج مسابقات ولا هو ايه؟ طيب عشان ابقى هو كان مسابقات ولا اعرف حاجه. الفويس ده مش عندي اصلا. انت كل حاجه مش عارفه. ولا اعرف حاجه ولا اعرف الموضوع. انت مصدقه الكلام ده؟ اه مصدقه الكلام ده. الموضوع مش مستحمل. انت شايفه الدنيا مين دي؟ في حد ممكن طيب بس يجيب التليفون لو طب ما تقوم انت مش عارف. حاسسك ان الموضوع مش يعني مش همك خالص. احنا اللي متاخرين بس على مواعيدنا يعني ولا ايه يا حبيبي؟ هو ده مش ذنبي انا يعني عادي يعني. حد بسبب يجي وتحل الموضوع خلاص. هو ممكن التليفون هو تليفون اهو. انا كلمت لك الرقم اهو. تحبين نكلمه؟ اه عشان نتاكد. طب ممكن اشوفه كل بس. ده ممكن اشوفه. انا لقيته بالاسم ده. طب معلش ممكن اشوف الرقم لو سمحتي حبيبي؟ ثواني لو سمحتي. ممكن هو انت مسمي الرقم بيبي 2 وهي ليها رقمين ولا انت عندك 2 بيبيز غيرها؟ اه ولا هي بيبي 1 والثانيه بيبي 2؟ خلاص انت لطيف جدا. الو الو. الو ايوه مين؟ يا حوت ازيك حبيبي؟ مين حضرتك؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ايوه مش فاهمه. انا بيبي. ازيك حبيبي عامل ايه؟ انت مين بقى؟ بيبي. مين معايا؟ مين انت؟ يعني لا مش عارفه انت مين. انا مرات البيبي. مين انت بقى؟ البيبي؟ اه انا مراته. مرات مين يا حبيبتي؟ النمره غلط يا استاذه. مرات محمود. مرات محمود مين؟ مش حضرتك ايات؟ اه انا ايات. طيب انا مراته التانيه. اهلا وسهلا. انت مراته من امتى بقى ان شاء الله؟ من سنتين او اكتر. هو حضرتك تعرفيني انا؟ انت متجوز يا محمود؟ حضرتك تعرفيني؟ اه طبعا انا
تعرفين مين لو سمحت؟ ولا ايه؟ مدام عرفت خلاص. مين اسمك حضرتك ايه بقى؟ اسمك ايه؟ حضرتك ايه؟ رحاب. اسمك ايه؟ قفل. مين دي اصلا وايه ده؟ مين دي اصلا ومعلش هو ده برنامج ايه؟ انا مش فاهم ولا ايه دي مين دي؟ هو كان مسابقات وانا عمري ما كتبت على تليفوني بيبي وحاجات كده لان انا بسيب التليفون ببقى عارف ان هي هتفتحه حتى لو يعني لو الامر اللي انتوا بتتكلموا فيه ده مظبوط. انت عندك كذا خط. ايوه مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ مش عارف انا مين ولا انت هتمشى؟ لا والله عشان هي قاعده جنبك يعني ولا ايه؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ انا معرفش حد. يا حبيبي يا محمود انت بتهزر انا مراتك. مين يا فندم؟ رحاب يا محمود. انا رحاب. انت مش يعني حضرتك رحاب؟ طب معلش 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 حضرتك رحاب يعني؟ اه انا رحاب طبعا. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ هي رحاب بتشتغل ايه؟ يا هو ايه الاسئله الغريبه اللي انت بتقولها دي؟ ايه ده انت بتقول اي حاجه؟ صوتك بيقطع على فكره مش سامعاك. الو ايوه انا سامع حضرتك كويس. الو انا سامع حضرتك كويس. الكلام ده مش مظبوط ولا اعرف عنها حاجه دي اصلا بجد ما شفتش بجحتك. خلاص لو سمحتي لو سمحت مش عايز يعني الموضوع ده انا بكلم حضرتك في طلاق. لا لا طلاق ايه بس صلي على النبي يا ايات. لا صوت والسلام صلي على النبي. متجوز من سنتين وكذاب وبجح. لو سمحت مش عايز غلط. لو سمحت هتعملي ولادك. طيب يا جماعه لو سمحتوا بعد اذنكم ما ينفعش يا جماعه اصلا اللي بيحصل ده ما ينفعش الالفاظ دي. انا ما طلعتش لفظ على فكره خالص يعني انا بس عايز افهم ايه اللي بيحصل. حريه التصرف الموضوع ده مش يعني ايه كده اللي بيحصل ده مش طبيعي. انت ليكي حريه التصرف انا لو منك اتطلق والله العظيم. ما هو ده اللي هيحصل بس في ايه يعني انت لو عملت كده هسيبك؟ انت بتصدقي الكلام ده؟ لا مش وقته انا بتكلم بجد. يا جماعه لا في حاجه انا وقته ولا مش وقته ده مش لوجيك اللي احنا فيه ده. هو حضرتك جاي منين انت... يعني الهدوء ده بجد انا عشان انا عندي احنا في برنامج انا بكلمك كواحده ست. انا اللي فاجئني دلوقتي ان هي مصدقه الكلام ده اصلا يعني. هو انا بعد انت مصدقه انت مصدقه ومكالمات وفويس في ايه وكل ده مش هصدق؟ ده كل ده كلام ما اعرفش عنه حاجه. عشان لا في حد عامل حاجه في التليفون يا جماعه ده جهاز كشف ولا صورتي والتليفون والصور. لا جهاز ايه ده؟ الجهاز ده الاستاذ بيقول لها بيقول له الشوز بتاعها لونه بلاك. ايوه عشان هو ما يعرفش هو بني الجهاز عمل ايه. عشان هو ما بيعرفش ايش بيجي هو ما يعرفش جرين. فمعلش يعني الجهاز ده ما خدش بالكلام اصلا يعني. واللي بيحصل ده حضرتك قلت لي ده برنامج مسابقات. انت راجل خاين. دي من اللي كانت مش لوجيك يعني. انت كده كده راجل خاين قدامنا كلنا. شفنا خاين خلاص خلصنا. دي من اللي كانت خاين وبجح كمان حضرتك والله. وانت والله العظيم تطلعي منه. ما ده اللي هيحصل. ده اللي هيحصل. انت مصدقه الكلام ده؟ مصدقه. ازاي؟ انت مصدقه النهارده. انت مصدقه الكلام ده؟ مصدقه. بعد ده كله مصدقه الكلام ده؟ مصدقه. ما هي اتصلت اهي. خلاص احنا ناخد فلوسنا ونمشي بقى. مش احنا كده كسبنا؟ عايزين بقى ننهي الحكايه دي وناخد احنا بقى شيكنا ونمشي ولا فلوسنا ونمشي؟ طيب يا جماعه احنا هنتفرج على المهزله دي. هو حضرتك تمشي ما تمشيش انا ماليش دعوه. بجد تمثيليه صعبه جدا بالنسبه لي. صدقت الكلام بتاع العمده ده. هو يا فندم ده اللي بيحصل ده مش اللي بيحصل ده هزار. ده خراب بيوت. احنا بنهزر معاه. احنا عاملين مقلب. احنا جايين مقلب والهدم تقيله قوي في العياط. ده برنامج المتزوجون. بنهزر خلاص. ليه خايفه وتعيطي؟ انبسطتي معانا بجد؟ انبسطت انه طلع مش حقيقي. الحمد لله. يلا قولي زيع بقى قولي زيع.